القطبة المفقودة. سارة، نعم أبي. عليك أخذي إلى منزل تلك المرأة. ما الذي تقوله أبي؟ أية امرأة تقصد؟ تلك المدعوة رفقة، لما تريد الذهاب إليها أبي؟ يجب أن أتحدث مع زوجها النذل. ذلك المجدف سبب بتوقيف ابني. أبي، أنت تعلم أن الرومان يبحثون عن داود منذ أشهر. ليلة أمس كانت رهيبة، لكن أبي، داود كان يكسر القانون، كلنا نعلم ذلك. لكن كيف عرف الرومان أين يجدوه؟ لا تجادليني، خذيني إلى هناك. سأخذك أبي. تفضلا. موسى، أيوب، أهلا، تفضلا. دبورة، هل جلبت بعض الماء لضيوفنا؟ هنا أبي. شكراً. هل لديك أخبار عن داود؟ لا أخبار لدينا، ولن آكل أو أشرب في هذا البيت مطلقاً. أين هارون؟ أين زوجك؟ ليس هنا، خرج باكراً ليرى الحاكم. ذهب ليشمت مع الحاكم. أنا أكيد أني لا أعلم ما تعني. لقد كنت هناك ليلة أمس، ها وبقيت حتى النهاية، أليس كذلك؟ أرجوك اسكت أنت. نحن متأسفون جداً على توقيف داود. هارون يبحث عن فرصة ليتكلم بالموضوع اليوم. امرأة جاهلة، لقد سبق أن تحدث بالأمر، وإلا كيف كان الرومان ليعرفوا أين يجدون ابني؟ كل البلدة كانت تعلم أين كانت عائلتك ليلة أمس. لقد كان الأمر معلوماً للجميع، لم يكن الرومان بحاجة لمخبر. لا يحق لك أن تكلمني هكذا أو أن تتكلم عن زوجي بهذا الشكل. اللعنة عليك وعلى زوجك المجدف. أبي، أتلعنني؟ بعد كل ما فعلته لعائلتك. لم تفعلي شيئا سوى جلب المشاكل لي ولعائلتي. أنا آسف خالتي رفقة، لم يكن علي أحضاره. أتظنني عاجز لا أستطيع المجيء إلى هنا من دونك؟ قل لي أنت وزوجك تظنني أنكما أفضل من الجميع؟ تظنين أن بعض المال يجعلك أفضل؟ أنت عار لنا، عار! أنت تعير نفسك موسى. أنت ولعنتك المجنونة. سيدتي
لديك زائر آخر. من هو دبورة؟ الأرملة نورة. أدخليها أرجوك. هل فعلت؟ لا تبدين على ما يرام. ما هو الأمر؟ رأيت موسى وأيوب يخرجان وأنا أدخل البوابة، لم يتوقفا لتحياتي حتى. نورا، أنا خجلة جدا، لا أريد التحدث عن الأمر حتى. تعالي هيا، لا يمكن أن يكون الأمر بهذا السوء، ما المشكلة؟ لقد نسيت هذه القطبة، وهذه لطفل سارة. التقطي القطبة وإلا خربت القطعة كلها. ما الذي حصل بينك وبين موسى؟ موسى غاضب من توقيف داود، فقد أعصابه وقال أموراً رهيبة عن زوجي، عندها فقدت أعصابي أيضاً. كان يجب أن أعلم. الجميع غاضب طبعاً، لا تقسي على نفسك. أردت أن أغضب عليه، أردت أن أقول أموراً كريهة وشريرة له، وفعلت. موسى يلوم زوجي هارون على توقيف داود، ويلومني أنا لأن زوجته وبناته يتبعن المسيح. لا يمكنني إصلاح هذا. ضعيها جانباً الآن. لكن رفقة، أعلم ما كنت ستقولين لي لو كنت مكانك بهذا الموقف مع أحد ما. ماذا؟ كنت لتطلبين مني مسامحته. أجل، أنا أظن ذلك. الأمر مثل القطبة المفقودة، إن لم تواجه المشكلة وتسامحي موسى ستكبر فجوة المرارة أكثر وأكثر، ستدمر سلام الله في قلبك، لا تضيعي دقيقة أخرى على الغضب والمرارة. تذكري ما قلته لي عن يسوع، ما قاله عن الناس الذين يكرهوننا من أجله. أنت في موضع جيد إذ أسيء إليك من أجل مسيحنا. أنت على حق، لكن الأمر صعب أحياناً أيضاً. لكنك أخبرتني المزيد، أن يسوع قال إنه من السيء أن يتكلم كل الناس عنك بالصلاح. لقد صدمت بما أخبرتني إياه، لم تبدو لي كلماته منطقية في البدء. طبعاً، علي أن أصلي من أجل موسى وأجد طريقة لمباركته. أجل. شكراً نورا، لقد سمحت لنفسي بالعودة إلى طريقتي القديمة بالنظر للأمور والناس وموسى. لما لا تصلين له وتسامحينه الآن عزيزتي رفقة؟ أبانا، سامحني لأني غضبت على موسى، أباركه باسمك يا رب، باركه بنعمتك، باركه بإعلان محبتك له، باركه بشفاء عماه. يا رب، أسامحه على كل كلمة سيئة قالها عني وعن زوجي، أسامحه على إهانتي
وإحراجي. أسامحه على كل أمر جارح قاله أو فعله لي، وأشكرك لأني إذ أسامحه أضمن مسامحتك لي. شكراً يا رب. المجد لله، أحمدك يا رب. شكراً صديقتي العزيزة. شكراً لك لأنك حثيتني على اتباع الرب حقاً. الآن أشعر أن علي الذهاب إلى موسى والاعتذار منه لأني فقدت أعصابي. أتظنين أن هذا حكيم رفقة؟ ربما عليك تركه يهدأ الآن، لابد أنه ما زال غاضباً. لا، كنت مخطئة. أنا مسؤولة عما فعلته في هذه المسألة. لا أعلم لماذا، لكن أشعر أنه علي الذهاب الآن. إذن سآتي معك، على الأقل أصلي لك. ماذا جرى؟ أبي غاضب جداً. إنه غاضب، لقد سبب مشكلة. أنا آسفة جداً، كانت أمي منزعجة حين غادرت، أظنها نائمة الآن. العروسان، ادخلا. أتى يعقوب الآن من السجن. كيف حاله؟ كيف حال أمي؟ حالتها أسوأ بكثير اليوم. ها سارة، كيف أساعدكم؟ لقد ضرب بقوة، لكنه متماسك جيداً. أية أخبار عن التهم؟ الإثارة ضد روما. ليكن الله بعونه، قد يعدمونه لذلك. داود لا يتكهن، هو يعلم ما ينتظره، وأهله كيف يتعاملون مع الوضع؟ ليس جيدا، والده مضطرب وأمه أمي. ماذا نفعل؟ لا، لا أعلم يا ابنتي. أشعر أنني ضعيفة، ضعيفة. يجب أن ترتاحي. أين؟ أين والدك؟ إنه في الغرفة الرئيسية وهو بخير. اهتمي بنفسك فقط أمي. خالتي نورة، خالتي رفقة. أهلا أيوب. لم أتوقع أن أراك بهذه السرعة. أعلم، أنا
آسفة عما جرى هذا الصباح. من هنا يا أيوب؟ صوت من هذا؟ إنهما خالتي نورة وخالتي رفقة أبي. ماذا؟ اللعنة اللعنة، ماذا تفعلان هنا؟ أتيت لأعتذر موسى، فقدت أعصابي هذا الصباح وأنا آسفة حقا. يا إلهي ساعدنا. أمي، يعقوب، أيوب، أبي، النجدة. أمي، أمي، يا الله. العلاقة الأكثر إثارة للاهتمام في القصة بالنسبة لك. بأي طريقة تكون المرارة مثل قطبة مفقودة؟ هل الغضب أو المرارة
مبررين في نظر الله، لماذا نعم أو لماذا لا؟ كيف نتعامل مع الموت كأتباع المسيح؟ هل لديك أي مرارة لم يتم حلها تجاه أي شخص؟